اسمحوا لي بس اتكلم شويه عن استعدادات وزاره التربيه والتعليم للعام الدراسي الجديد. بدايه هتجدوا النهارده اعتبارا من اليوم او باكر ان شاء الله تقريبا وصول الكتب لجميع المراحل الدراسيه تم تحويلها بنظام بي دي اف، اصبحت موجوده على موقع الوزاره ثم على مواقع مديريه التربيه والتعليم. احنا اعطينا لهم تعليمات مجرد ما تتحط على موقع الوزاره يتم سحبها ايضا على مواقع مديريه التربيه والتعليم في كل المناصب. ايضا تم تحويل مناهج الشهادات العامه اللي هي سته ابتدائي وثالثه اعدادي وثالثه ثانوي الى مناهج تفاعليه وهتتحط على موقع الوزاره بنسبه تصل الى حوالي 80% في خلال اسبوعين من بدء الدراسه. تم الانتهاء من لائحه الانضباط المدرسي اللي بتنظم امور كتير بتتعلق بالطلاب والمعلمين واولياء الامور. طبعا كل سنه ليها استعداد بشكل مختلف، السنه دي الاستعداد يعني كان كل قيادات الوزاره على قدم وساق لاستقبال العام الدراسي. من اهم النقط اللي موجوده في استعداد العام الدراسي هذا العام طبعا الصيانات للمدارس للطلاب عشان تبقى جاهزه، سواء صيانه بسيطه او صيانه شامله تم الانتهاء من معظمها. العدد محدود من المدارس اللي ما انتهاش فيه الصيانات الشامله طبعا للفتره بتاعت الصيف ما قدروش ينتهوا منها، وده تم تدبير اماكن للطلاب لحين الانتهاء ان شاء الله اللي مش هيتجاوز ان شاء الله الشهر من الصيانه. الجزء الثاني طبعا المعلمين واعاده توزيعهم. كان في استعداد يتعلق بالصيانه بتاعت المدارس، ودي زي ما ذكرت في المؤتمر الصحفي من شويه او المؤتمر الاعلامي من شويه ان احنا انتهينا بالتنسيق مع الساده المحافظين ووكلاء الوزاره في كل المحافظات الجمهوريه من الصيانه البسيطه اللي موجوده في المدارس، اما الصيانه الجسيمه فدي تم تدبير اماكن للطلاب لحين انتهاء هذه الصيانه حرصا على حياه الطلاب في اثناء اجراء هذه الصيانه اللي ربما تاخد مثلا فتره زياده شويه مع بدء العام الدراسي، ودي في نسبه محدوده جدا من المدارس. اما المدارس في غالبيتها وفي معظمها هي مدارس جاهزه ومستعده لاستقبال العام الدراسي الجديد. فيما يتعلق بالكتب زي ما ذكرت احنا عندنا 86% تقريبا من الكتب بتاعه المناهج التعليم العام تم طباعتها، ويتم سحبها ايضا وتوريدها الان الى المدريات، ويعطينا تعليمات ان الكتب تتسلم اعتبارا من امس للطلاب.